فإن الدول الأعضاء مدعوة إلى الشروع في تنفيذ هذه الآلية الخاصة بتخفيض الرسوم الجمركية لضمان الدخول إلى أسواق بلدان المنظمة، وبالتالي زيادة حجم التجارة الإسلامية البينية وتشجيع النمو الاقتصادي والتنمية في دولنا الأعضاء. ولبلوغ هذه الغاية يسرني بهذه المناسبة أن أشير إلى جهود حثيثة قد بذلت خلال العام الماضي لرفع مستوى التآزر بين مختلف وكالات التجارة في دولنا الأعضاء. وقد أثرى منتدى وكالات تشجيع التجارة والاستثمار اللذان عقدا على التوالي على هامش المعرض الإسلامي 15 للتجارة في الرياض بالمملكة العربية السعودية من 22 إلى 26 مايو 2016 محتوى معارضنا التجارية التي تعقد كل سنتين وعزز تركيزها. والشكر موصول لمعالي الدكتور يوسف العثيمين على كلمته الضافية، شكرا محفوفا بالتهنئة لانتخاب معاليه أمينا عاما لمنظمتنا العتيدة. فخامة الرئيس، إن اجتماع لجنة الكوميسك يكتسي هذا العام أهمية خاصة من ثلاثة وجوه، وهو أولا اجتماع تتزامن فيه الرئاسة التركية للقمة الإسلامية مع رئاستها للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.